اليوم اختي جات لك واحد السر خطير في تبييض البشره، راه مستحيل ما تبيضيش واخا الوجه ديالك يكون حالته كتغطي غير بلي فون دو تان، يعني باش ما يبانش الوجه ديالك يعني فيه تصبغات. بهاد الوصفه اللي غنعطيك اليوم الوجه ديالك غادي يولي صافي، غيتنقى، غادي يولي بيض حليب، غتهني من التصبغات، غتهني من الاثار ديال الحبوب ومن ديك الزروية اللي كتبقى ديال الحبوب خايبه ومن الرؤوس السوداء وحتى الخلايا ديال الجلد الميته. الا عندك الكلف في البشره ديالك غادي يطير بهاد الوصفه هادي. غير تبعي معايا النصائح اللي غنعطيك، وهاد الوصفه ديريها حتى الجسم ديالك الا كان ما صافيش ليك، هاد الوصفه غتبيض لك الجسم ديالك والسواد ديال 20 عام البنات كطيروا هاد الوصفه هادي. المهم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ولكن جيبوا واحد الورقه وستيروا البنات، هاد الوصفه خاصها تبقى عندكم، يعني تعقلوا عليها وتبقى عندكم، كتعطي واحد النتيجه خياليه البنات في التبييض، وانتم ما شاء الله غتجربوها وانتم حكموا على النتيجه. والوصفه لاول مره غنبارطاجيها معكم، يعني بالطريقه ديالي غنبارطاجيها معكم لاول مره. فنتمنى انكم تدعموني اخواتاتي باللايكات ديالكم، شجعوني باش هكا الفيديو يشوفوه ناس اخرين، فانتوما هما اللي يعني كتشجعوني وكتخليو ان الفيديوهات ديالي كيبانوا عند ناس اخرين. فشكرا لكم بزاف بزاف، ونتمنى انكم تخليو لي واحد اللايك، ما تبخلوش عليا احبابي، وخليو لي شي تعليق زوين من بعد ما ان شاء الله تشوفوا الفيديو. واللي جديدة معايا في القناة ترحب بيك، وتنقول لك اشتركي معايا وفعلي زر الجرس هكا باش يوصلك الجديد. ومن طبيعة الحال الى عجبك المحتوى ديالي فغادي نبداو على بركة الله. الوصفة ديالنا ديال اليوم غادي نحتاجو فيها الصابون ديال دوف، شاركت معاكم العديد من الوصفات واللي يعني العديد من المتتبعات عجبوهم الوصفات ديالي وعطوهم نتيجة، وكيرجعو عندي التعليقات كيكتبوا لي ان الوصفة ناجحة. فشكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا على الثقة ديالكم في القناة، فانتوما كتعطوني واحد الطاقة صراحة ايجابية باش انني كنزيد، يعني كندير واحد المجهود وكنجيب لكم وصفات يعني اللي كنجربها وكن تنخدم عليها، يعني باش كنعرف انها غتعطي نتيجه عاد باش كنشاركها معكم. المهم بالنسبه للكميه ديال الصابون هي كتبقى على حسب يعني الكميه اللي بغيتو ديرو نتوما، ولكن غنعطيكم القياس اللي درت انا. درت تقريبا عندي هنايا واحد 5 المعالق كبار ديال المبشور صابون دوف كيف ما كتشوفوا معايا، وممكن ديروا اي نوعيه ديال الصابون ديال دوف اللي متوفر لكم. كيف ما تنقول لكم دائما يعني كنلقى الاسئله في التعليقات، فممكن اختي ديري اي نوعيه ديال الصابون ديال دوف، فيه بزاف ديال الانواع سواء ديال الحامض اولا ديال الرمان اولا ديال زبده الشيا اولا دوف العادي كيف ما كتشوفي معايا هنا في الفيديو، يعني لك انت الاختيار. عندنا ثاني مكون هو اللفت، كنسميه يعني في المغرب باللفت، بالنسبه يعني للعراق تيسميه بالفجل. المهم انا اكتشفت هادشي من خلال التعليقات ديالكم. المهم كناخذوا اللفت كنقشروه وتنحكوه في الحكاكه، يعني نفس الشيء غادي نديروه مع اللفت الطريقه اللي درناها يعني في الاول ديال الصابون، تنعاودوا يعني نفس الطريقه غنديروها بالنسبه للفت. انا استعملت هنايا واحد اللفته يعني متوسطه كيف ما شفتوا معايا، يعني ماشي لفته صغيره وماشي لفته يعني كبيره، لفته متوسطه كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحكها في الحكاكه ومن بعد غنرجع معاكم. دابا انا حكيتها البنات في الحكاكه كيف ما كتشوفوا معايا، هاد الطريقه هذه اللي غادي نشارك معكم اليوم، جربوها غترحموني عليها. اللي عروسه واللي عندها شي مناسبه قريبه دير ليا هاد الوصفه هذه وتشوف الجسم ديالك كيفاش غادي يولي والبشره ديالك كيفاش غادي تولي. استغني ليا على المكياج اختي، استغني ليا على المكياج، استغني ليا على اي حاجه كديريها للوجه ديالك باش كتغطي داك الزروقيه ديال الحبوب ولا الاطراس ديال الحبوب، غادي تهني منهم في مره. المهم هنا بالنسبه للحليب درت كاس ديال الحليب كيف ما كتشوفوا معايا، كاس عادي ديال الحليب، وكتزيدوا عليه اللفت اللي حكيتوه في الحكاكه، غير تكون حكاكه رقيقه البنات، يعني الحكاكه اللي عندكم رقيقه في الدار هي اللي غادي تحكوا فيها هاد الوصفه. المهم غادي نضيفوا داك اللفت اللي حكيناه وكنخلطوه مزيان بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نديه على نار متوسطه، غادي نخليوه حتى يعني يطبخ لينا مزيان ويبان لكم صافي يعني طبخ مزيان. المهم تقريبا نقول لكم اقل من 10 دقائق البنات، اقل من 10 دقائق، ما تخليوش عاوتاني حتى يفوت الوقت ديالو، يعني يبان لك غلى مزيان، حركي مزيان يبان لك غلى صافي غادي تحيديه. المهم انا غنوريكم هنايا المراحل ديال هاد الوصفه هذه باش ان شاء الله تنجح معاكم. دابا هانتوما البنات انا رديت لكم فوق البوطه يعني الكاميرا باش تشوفوا معايا، واخا داك البخار تيطلع الكاميرا ماشي مشكل، المهم هو تشوفوا نتوما يعني الوصفه يعني بالتفاصيل ديالها.
هنا من بعد ما تيبدا يغلى لينا داك الحليب مع الصابون، هانتوما بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. صافي دابا طفيت عليه. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا دابا انا حيدته من النار. بالنسبه لهاد الخليط ديال الحليب مع اللفت راه تيبقى الحليب عادي، يعني ما كيخسر ما حتى شي حاجه. هانتوما كي كتشوفوا معايا بالنسبه لذاك اللفت بحال كيطيب بحال كيتسلق، يعني مع الحليب هانتوما كي كتشوفوا معايا. ضروري داكشي علاش قلت لكم حكوا في الحكاكه الرقيقه باش دغيا دغيا دغيا، يعني في ملي غديروا على النار دغيا غادي بحال يطيب في داك الوقت اللي هو يعني وقت قصير اقل من 10 دقائق غيبان لكم اللفت يعني تقريبا طاب. دابا غادي نزيدو داك الصابون اللي حكيناه من قبل. الصابون تتحكوه من قبل البنات وكتوجدوه باش ملي تحيدو هاد الخليط من على النار كتضيفو الصابون مباشرة للخليط وكتحركو مزيان. هانتوما كي كتشوفو معايا دابا غادي نخلط مزيان هاد الصابون حتى يدوب ليا يعني تقريبا مع الخليط وهو سخون، وغادي من بعد ما غادي يبرد غادي نرجع معاكم باش تشوفوا معايا ان شاء الله باقي يعني التتمه ديال التحضير ديال هذه الوصفه. وراه خصكم البنات غير تزعموا وتحيدوا العجز. دابا الحال شويه بدا كيسخن. تهلاو في راسكم، ديروا وصفات البشره ديالكم، تهلاو في الجسم ديالكم. وبالنسبه يعني الوصفات ديال الشعر ان شاء الله غادي نحط لكم في هذا الاسبوع هذا وصفات يعني ديال الشعر، وحطيت لكم واحد الوصفه ديال تطويل الشعر البنات زوينه حطيتها لكم الاسبوع اللي فات. هذيك الوصفه يعني بزاف اللي غادي يجربوها ان شاء الله وغتعطيهم نتيجه انا متاكده، لانها وصفه يعني مجربه. ومازال ان شاء الله غنحط لكم وصفات يعني في الاسبوع ديال ترطيب الشعر وديال تطويل الشعر، ونحط لكم تبريمات ان شاء الله شحال ما حطيت لكم شي تبريمه. المهم دابا غنرجعوا للوصفه ديالنا من بعد ما تيبرد لينا تقريبا داك الخليط. غادي ناخذوا الخليط الكهربائي وغنديروا فيه الخليط ديالنا اللي فيه دوك المكونات، وغادي نطحنهم مزيان حتى يولي ليا الخليط بحال الكريم. يعني طحنوهم مزيان البنات وتشوفوا داك الخليط كيفاش ولا. الا ما طحنش مزيان تعاودي طحنيه حتى يولي لك الخليط بحال الكريم. المهم انا غنمشي دابا نطحنو ونرجع معاكم باش تشوفوا معايا ان شاء الله الكماله ديال هذا الشيء. دابا انا طحنت الخليط حتى ولا يعني بحال الكريم، ودابا غادي نصفيوه هكا يعني في الصفايه كيف ما غتشوفوا معايا. علاش غنصفيوه؟ باش لا بقاو شي طريفات غلاض ولا شي حاجه غادي يتحيدوا يعني هنايا غيبقاو في الصفايه. المهم غنصفي هذه الكميه اللي عندي وغنرجع معاكم ان شاء الله باش نكملوا باقي تتمه يعني الفيديو وتشوفوا معايا ان شاء الله كيفاش غتستعملوا هذه الوصفه بالنسبه للجسم وحتى يعني بالنسبه للبشره. وهذا الكريم البنات يعني واخا نعيا نشكروا ليكم، خاصكم ضروري تجربوه، جربوه وردوا عليا الاخبار. بغيتكم كلكم صراحه كلكم تمشيو ديروا هذه الوصفه هذه يعني في قريب ديروها وتقولوا لي كي جاتكم. صراحه انا عجبتني وبغيت نتقاسمها معكم، واي حاجه كتعجبني واي حاجه كتعطيني نتيجه كنقول ولا بد نشاركها مع البنات. المهم دابا من بعد ما صفيت هذاك الخليط اللي عندي هانتوما كي كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، دابا صافي راه صفيته مزيان وصراحه ما لقيتش يعني فيه شي حاجه شي طريفات غلاض ولا شي حاجه. المهم صفيته باش نتوما الا ما طحنش لكم الخليط مزيان ولا شي حاجه تصفيوه وما يبقاش لكم داكشي يعني غليظ دوك الطريفات غلاضين. المهم دابا غادي نضيف النشا، تقريبا غنضيفو ملعقه كبيره يعني لهاد المكونات هادو. بالنسبه للنشا كيخلي ان هاد الكريم يعني يجي على شكل كريم، يعني هاد الخليط هذا اللي غادي نحضرو غيجي على شكل كريم. وحتى يعني النشا واحد العنصر كيف ما كتعرفوا مبيض للجسم، تيعطينا التبييض تيعطينا التفتيح للبشره ديالنا والجسم ديالنا. المهم ضفت انا ملعقه كبيره كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي نخلط مزيان 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 نتوما بهذا الشكل هذا حتى يذوب لك النشا مزيان وما يبقاش مكور هنايا في الخليط. ضروري من هذه المرحله هذه يعني كتخلطوا مزيان، ردوا البال باش ما يبقاش لكم داك النشا مكور. الا بقى مكور راه ما غيجيكمش داك الكريم ديالكم مزيان. المهم غادي نخلطوا مزيان وغادي نردوا على النار تقريبا واحد 4 دقائق. الى يعني الا كثرتي غتخليه 4 دقائق، ويقدر يدي لك غير 2 دقائق 3 دقائق على حسب النار، خاصها تكون يعني مهيله وحركي يعني ما تغفليش عليه. ضروري تبقاي قابطه يعني الكاسرونه ولا داك الاناء اللي غادي تحضري فيه الوصفه وتبقاي تحركي
باش ما يخسرش لك الكريم ديالك. من بعد ما غادي تحيديه راه غادي يولي على شكل كريم، هو يعني كيبرد وهو كيتقال حتى كيولي على شكل كريم كيف ما كتشوفوا معايا. صافي، هذه هي الوصفة ديالنا. بالنسبة يعني للوجه، كتخليوها 20 دقيقة وكتغسلوا يعني البشرة ديالكم بالماء دافي. من بعد غادي تغسلي بالماء بارد، كيشد البشرة يعني كيجبد لك البشرة ديالك، ما كترهش لك في واحد السن اللي مبكر. ثاني حاجة، كيسد المسام اللي كيكونوا واسعين وكيخلي البشرة يعني فيها واحد النضارة اللي زوينة. اما بالنسبة للجسم، فهاد الكريم تطبقيه على اي منطقة عندك في الجسم ديالك، سواء العنق ديالك او لا رجلاتك او لا مهم المرفقين او لا اي مكان في جسمك، كتخليه نص ساعة، ممكن تخليه حتى اكثر. يعني اذا كان عندك كتشقاي وداكشي، ممكن تطبقيه على الجسم ديالك وتلبسي شي حاجه واسعه وتبقاي كديري شغل الدار واحد جوج سوايع كاع، وممكن تخليه حتى 3 ساعات وكتغسلي الجسم ديالك. هاد الكريم البنات كتحتفظوا بيه في الثلاجه، صالح لمده اسبوع، كتبقاو تستعملوه بشكل يومي سواء للجسم او لا للوجه، راه تيعطي واحد النتائج رائعه يعني في التبييض. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، واللي بغات تسالوني على شي حاجه مرحبا تبعت التعليقات وتخليها ليا، نجاوبكم ان شاء الله بكل فرح وفي امان الله.